السلام عليكم. التخلف الحضاري الذي تعيشه الأمة منذ قرون قد أثر في كل مجالات حياتنا، فروح التقليد واستنساخ الآراء وتكرارها دون أدنى تقييم لها هي سمة المتخلفين، لأنهم يخافون من مخالفة الآراء المنتشرة، فوظيفة العقل عندهم هي الحفظ والنقل فقط دون أدنى نقد، فضلاً عن إبداع أفكار جديدة، وذلك في مجالات وتخصصات الحياة كلها. ونؤكد هنا على النقد لأنه بداية الإبداع، فلا بد من نقد السابق لنبدع فكراً جديداً. نريد مجتهدين ولو اجتهد في مسألة معاصرة واحدة، نريد مخترعين ومطورين للأنظمة، للآليات، حتى للآلات المادية. نريد ترسيخ الحرية الفكرية. عندما نسمع أو نقرأ للمحققين والمجددين من علمائنا عبر التاريخ، نجد القاسم المشترك بينهم الانعتاق من التقليد، فيعتقد هؤلاء المحققون والمجددون أن جهود العلماء القدماء غير كافية وغير ناضجة، وينقصها التحقيق العلمي، فينطلق العالم يدقق ويحقق ويختار بين أقوال العلماء ويزيد عليها أقوالاً جديدة نتيجة النظر والاجتهاد. وهنا نتساءل، لماذا كان بعض علمائنا يرسخون فينا عصمة العلماء الكبار وإن لم يصرعوا بالعصمة؟ لا يقولون هم معصومون، نحن نعرف أنهم يفعلون ذلك لزرع احترام العلماء ومنع عوام الناس من التطاول على العلماء، لكن حتى يتوازن كلامهم كان الأحرى بهم أن يترافق كلامهم عن مكانة العلماء مع التأكيد على عدم عصمتهم وتطبيق ذلك عمليا عبر نقد بعض المسائل القديمة. يعني كان عليهم نقد الكثير من وجهات النظر القديمة وإظهار عدم صلاحيتها لعصرنا وتقديم نظرات جديدة أكثر ملائمة للعصر، فالواقع قد تغير كثيرا ويستمر ذلك المنهج، أقصد تقديس أقوال العلماء القدماء، مهما طال عمر الطالب ومهما اتسع اطلاعه. ولو تجاوز طالب علم حده وقدره وتجرأ واعترض لقوبل بوابل من التوبيخ الذي يقتل في الطالب أي بذرة للنقد أو الإبداع. صحيح أن بعض الطلبة ربما ينقدون دون أهلية، وربما يتطاولون على كبار العلماء، وربما قال بعضهم هم رجال ونحن رجال، بل ربما يتجاسر على الاجتهاد من لا يصلح لفهم كلام العلماء فضلا عن الاتيان بمثله أو باجتهاد جديد. هذه المخاوف واقعية وصحيحة، لكن علاجها بالتنبيه عليها مع الحذر الشديد كإجراء عملية جراحية في العين، نعالج العين مع الحفاظ عليها. فعقول طلبة العلم أغلى من عيوننا، والكلام عن احترام أهل التخصص والعلماء الكبار دواء لا بد منه، لكن ننتبه أن لا نقوي جرعة الدواء بحيث تقتل بذرة الإبداع والنقد عند طلاب العلم، بل ننمي العقل الناقد وروح الإبداع ونرعاها ونقومها إن تجاوزت، ككل شؤون الحياة. مثلاً عندما تعلم ولدك قيادة السيارة تنبهه من عدم الوقوع في الحوادث أو الاصطدام واستخدام السيارة بما لا يليق، لكن هذه المخاوف لا تمنعك من تعليمه قيادة السيارة. وكذلك تعليم الطالب النقد والإبداع له مخاوف ومحاذير أكيد، لكن ذلك لا يلغي الهدف، وهو تخريج طالب علم بصير ناقد ومبدع. لعل البعض يقول لكن تلك المدارس التي لا تعجبكم أنشأت علماء كبار أعلام، نقول هذا صحيح، لكن المشكلة أن من أبدع من خريجي مدارسنا إنما كان حالات فردية وبجهود شخصية سبحت ربما بعكس التيار، ولم يكن ثمرة طبيعية لتربية تلك المدارس، وإلا كان هؤلاء المبدعون كثر. لقد كانت جمرة العقل تطفأ في بعض مدارسنا وتقتصر على فهم المقرر وحفظه، كانت التربية تعتمد الكم على حساب الكيف، فالتباهي بكثرة المحفوظات وعدد الصفحات
وكان الأحرى التركيز على بناء عقلية الطالب، العقلية الموضوعية العلمية الناقدة المبدعة الذي تميز بين الأقوال، فتترك الرديء وتأخذ الجيد وتبدع الجديد. بصراحة العصور الانتقالية دائما تشهد صراعا بين الجامدين ذوي العقول المقولبة وبين المجددين ذوي العقول المنفتحة لكل جديد مفيد. وأيامنا تبشر بالخير، فنحن ننتقل من طور التقليد والجمود إلى عصر النهضة والازدهار إن شاء الله تعالى. والمطلوب عندما نرى طالبا قد انتقدت عنده شمعة نقد وإبداع، فلنشجعه ولنعلمه كيف يداري هذه الشمعة وينميها حتى تتحول إلى مصباح كبير يساهم في إنارة سبيل نهضة أمتنا الطويل. وكلنا أمل أن تصبح ثقافة النهضة والإبداع والتجديد ثقافة عامة تشمل المؤسسات التعليمية كلها، وما ذلك على الله العزيز. السلام عليكم.